مشاهدينا الكرام، ونحن نتجول بين رداهات النادي الجامعي، يسعدنا تمام السعادة أن نلتقي بسعادة سعود بن إبراهيم البوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب لشؤون التعليم، فأهلا به ضيفا. أهلا وسهلا بك أخ ناصر. سعادة الوكيل، بما أنك عضو في مجلس الإدارة وسكرتير للنادي الجامعي، يليت لو نتحدث عن دور وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب كرافد شبابي للنادي الجامعي. شكرا على هذا السؤال. بالنسبة لوزارة التربية والتعليم لها علاقة وثيقة بالنادي الجامعي، لأنه كما هو معروف بالنسبة للنادي الجامعي هو يضم أعضاء معظمهم من الخريجين، وبما أنه معظم أعضاء من الخريجين الجامعيين، فطبعا وزارة التربية والتعليم هي الرافد الأساسي، أو هي التي تقوم بالإبعاث وتشرف على البعثات في الجامعية في الخارج، وبالتالي معظم الخريجين الجامعيين يأتوا عن طريق وزارة التربية والتعليم. وطبعا وزارة التربية والتعليم أيضا عندها أندية طلابية في الخارج، يعني فتحاول الوزارة أنها تعكس الصورة التي والنشاط التي يقوم فيه النادي الجامعي، وتنقله إلى الأبناء والطلبة أعضاء الأندية الطلابية في الخارج. كذلك النادي الجامعي في فترة الصيف يعطي فرصة للطلبة الجامعيين الذي يقضوا يعني أجازتهم في السلطنة أنهم يستفيدوا من أنشطة النادي الجامعي خلال فترة الصيف، وبالتالي فهذا يعتبر أيضا تهيئة لهؤلاء الطلبة عندما يتخرجوا، فطبعا يلتحقوا بالنادي يكونوا هم على علم وعلى معرفة بأنظمة النادي وأنشطة النادي، فبالتالي فأنهم يساهموا مساهمة فعالة في النادي. أيضا لو نجي هناك بالنسبة لوزارة التربية والتعليم من ناحية الخريجين، عندما يعني عندما يكون هناك الاحتفال بيوم الخريجين، لأنه كما هو معروف أنه النادي الجامعي يقيم حفلة سنوية بمناسبة يوم الخريجين في الأول من ديسمبر، فهنا وزارة التربية والتعليم طبعا دورها أنها تزود النادي بكشوف بأسماء الطلبة الخريجين الجدد والتقديرات التي يحصلون عليها في نهاية عند تخرجهم. فطبعا النادي يمنح هؤلاء المتفوقين منهم الذي يحصل على جيد جدا وامتياز، يعطيهم بعض الهدايا التذكارية، فهذا أيضا يكون دائما بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وإدارة النادي الجامعي. فتجد يعني العلاقة بين النادي ووزارة التربية والتعليم علاقة كبيرة جدا من ناحية تهيئة الطلبة أو الذي بيتخرجوا اللي هم على باب التخرج ويصبحوا بعد ذلك تخرجين، فأنهم سوف يكونون طبعا أعضاء في النادي. أو من الناحية يوم الخريجين، الاحتفال بيوم الخريجين، فوزارة التربية والتعليم لها علاقة كبيرة بتزويد النادي بأسماء وعناوين وتقديرات التي حصلوا عليها عند تخرجهم في نهاية العام الدراسي. سعادة الوكيل، ما هي العلاقة، علاقة النوادي الموجودة في الدول الشقيقة والتي تضم مجموعة من الطلبة المعمولة للطلبة في الجامعات والنادي الجامعي اللي احنا حاليا بنتحدث منه؟ والله هو العلاقة طبعا هي علاقة خدمات ونشاط،
طبعا لا شك أن النادي الجامعي يستفيد من أعضاء كما ذكرت في السابق، يستفيد منهم لأنهم سوف يكونون أعضاء في عندهم بعد تخرجهم. كذلك في فترة الصيف طبعا النادي يستفيد، لأنهم هم لما يجوا هنا يقدموا بعض الأنشطة في النادي، فالنادي أيضا لا شك أنه يكون فترة الصيف مستفيد من أنشطتهم، علما بأن كما هو معروف أن فترة الصيف بالنسبة لأعضاء النادي اللي هم كل معظمهم مخرجين وموظفين، بعضهم يكون في أجازات، فالنادي في تلك الفترة محتاج أيضا أنهم في أعضاء يجوا هنا ويقدموا بعض النشاطات التي حتى يكون هناك في استمرارية في النشاط النادي. أيضا الطلبة كما ذكرت أنهم هم الأندية تستفيد من الأنشطة من النادي الجامعي، وهو أن النادي الجامعي يزودهم أيضا ببعض الأشياء، ببعض يعني النشاط التي يقوم فيه سواء من ناحية الأفلام أو مجلات أو إلى آخره، فهو الأندية الطلابية أيضا في الخارج تستفيد من النادي الجامعي. إذن هناك في فائدة متبادلة بين النادي الجامعي وبين الأندية الطلابية في الخارج. سعادة الوكيل، لو ننحرف قليلا وعن أهم نشاط النادي بالنسبة للمجلات، هل هناك مجلة محددة يتم تصديرها من قبل أعضاء النادي؟ بالنسبة للمجلة، النظام الأساسي للنادي هناك يعني نص أنه يمكن للنادي أن يصدر مجلة خاصة بالنادي. وكما هو معروف أن النادي الجامعي كمبنى كهذا المقر اللي تشاهدوه أنه فتح في الأول من ديسمبر عام 1984، وإذن هو النادي الآن مضى عليه تقريبا سنة أو أقل من سنة. فمجلس الإدارة كان عنده هناك أولويات في نشاطه أو في البرنامج اللي هو يقدمه للنادي، فكان بالنسبة للمجلة طبعا كما تعرف أو أنها تحتاج إلى إمكانيات، وطبعا الإمكانيات المادية والحمد لله متوفرة، ولكن الإمكانيات اللي هي البشرية من ناحية المقالات، من ناحية الإخراج، من ناحية الإعداد المجلة، يعني كتكوين هيئة على أساس تضمن استمراريته ككونها هيئة تحرير للنادي. فالمهم أنت يعني مجلس الإدارة فكر في هذا الموضوع ودرسه باستفاضة، ولكن ما يعني كان بإمكاننا أن نصدر مجلة، ولكن نحن نفكر في استمرارية المجلة هذه، نفكر في مستوى المجلة، لابد المجلة اللي تصدر تكون بمستوى النادي الجامعي من ناحية الكل من جميع النواحي. كذلك يعني المجلة تحتاج إلى أقلام، يعني إلى كتاب، فتعرف أنه أعضاء النادي أعضاؤه في يعني بتزايد مستمرين، هناك في كل سنة يلتحقوا في أو في كل شهر كما تقول عدد كبير من الأعضاء يلتحقوا بالنادي، يعني يقدموا طلب عضوية والمجلس الإداري وافق عليهم. فكل ما جت يوم أو كل ما جت شهر، فطبعا الأعضاء في النادي عضوية النادي تزداد باستمرار أو من ناحية العددية يعني. فنتأمل أن بعد ما تمضي فترة معينة على افتتاح النادي بيكون هناك مجموعة كبيرة من الأعضاء، وبيكون فيهم مجموعة كبيرة أيضا من ضمن هؤلاء الأعضاء مهتمين بالناحية الثقافية والناحية العلمية، وبالتالي بيستطيعوا أنهم يكونوا رافد ويكونوا يعني مساعدين لتكوين أو عامل مساعد لتكوين هيئة إدارية، هيئة تحرير للمجلة هذه. فنتأمل مع مضي الوقت أنه يعني بعد عدة أشهر أو إن شاء الله في يعني بعد فترة أنه نستطيع أن نكون هذه الهيئة الإدارية، هي التحرير للمجلة، وتخرج إن شاء الله المجلة بالمستوى اللائق والذي نأمل أن تكون في مستوى النادي الجامعي إن شاء الله.